أمسيتنا زادت تألقا بوجود رئيسها الذي تعودنا منه دوما المشاركة الدائمة في كل حدث وفي كل مناسبة أن يكون في الطليعة من أوائل الحاضرين. نحن عائلة المنتدى نرحب أجمل ترحيب بالشيخ سامر بوعز الدين رئيس المنتدى الدولي للشباب ضيفاً عزيزاً في طرابلس الفيحاء، ونحن نعلم كم هي تعني لك. كثيراً من الناس يسألوننا عن المنتدى الدولي للشباب وما هي أهدافه. المنتدى الدولي بدأ انطلاقه في مدينة طرابلس بخطوات مدروسة وثابتة، وكان هذا هو الهدف: الوقوف على أرض صلبة حيث يضمن لنا النجاح والاستمرارية. فكما قيل دوما، الألف ميل يبدأ بخطوة جيدة كي يصل إلى الأعلى، والغيث يبدأ بقطرة حتى يفيض أنهارا. هذا هو شعارنا وهذا هو هدفنا. بدعمكم ومحبتكم وبتضافر جهود الجميع سوف نحلق عاليا في فترة زمنية حتى يكاد أن يصبح اسم المنتدى الدولي للشباب بيرقا يرفرف بجناحيه في سماء الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إن شاء الله. والآن نكون مع رئيسة المنتدى الدولي للشباب في طرابلس والشمال السيدة الفاضلة هنادي مشرف، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم. السلام على وطننا الذي نحب. السلام على من أولاني الثقة لتبوئ رئاسة المنتدى الدولي للشباب في الشمال. باسمي وباسم المنتدى أرحب بكم وأقول لكم أهلاً وسهلاً برحابه. هذا المنتدى ليس وليد اليوم، بل وليد نضال عملي أسس لانطلاقة حركتنا، حركتنا التي نعمل على أن تكون حركة تغييرية في كافة الأطر والمجالات. إننا نطمح إلى حركة سليمة شبابية، حركة ذات أهداف مجتمعية لاستنهاض مجتمعاتنا التي أكلها الحرمان وعصف بها الفقر من كل حدب وصوب. إننا وضعنا سلة من الأهداف على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، ويشمل التثقيف ومحو الأمية السياسية من مجتمعاتنا لنستعجل النهوض. إن ذلك ليس منالاً صعباً عندما يدرك الشباب قيمة وجودهم، عندما يقرر أبناؤنا إنهم هم القادرون على التغيير وإنهم هم من يصنعون الأمل والمستقبل. أيها الأحبة، إن المنتدى الدولي منذ انطلاقته قد وضع نصب عيناي: الشباب لا مستقبل، لا وطن دون الشباب. ومن هنا أدعو الجميع إلى دعم الشباب ودعم المنتدى في المشاريع التي سيطرحها. إن أمن البلد واستقراره مرتبط بهؤلاء. إن شبابنا هم شعلة الأمل،
فلا تطفئوها ولا تتركوها لرياح العبث والفوضى. أكرر ترحيبي بكم، عشتم وعاش المنتدى وعاش لبناننا الحبيب.